اليوم بعد نسأل متابعينا الأعزاء، لماذا تتعدى نسبة ولادة الأطفال المصابين بأمراض وراثية بالسلطنة النسبة العالمية؟ هذا السؤال بالتحديد يجاوبنا عليه الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتعليم الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني. مساك الله بالخير دكتور. مساء النور اختي خلود، ومحبة مسي عليك وعلى السادة المستمعين، حياك الله معنا. يعني دكتور انت ذكرت انه بالفعل نسبة ولادة الاطفال المصابين بامراض وراثية بالسلطنة تعدت النسبة العالمية، طلعنا اول شيء على هذه النسب وايضا مقارنتها اكيد بالنسبة العالمية. نعم، بالنظر الى واقع الامراض الوراثية في السلطنة احصائيا موجودة ان احتمالية ولادة طفل واحد مصاب باحد العيوب الخلقية ايا كانت، نعم، او باي من الامراض الوراثية بالسلطنة تتراوح بين 5.4% الى 7%، نعم، من بين جميع المواليد. ومقارنة بالنسبة العالمية التي لا تتعدى 4.5%، نعم، نجد ان النسبة هنا مرتفعة. طبعا في أسباب تفصيلية كثيرة لو وجد هذه النسب إذا حبيت نطلع عليها. نعم أكيد أكيد. نعم. يعني دكتور هناك أسباب أكيد رئيسية وهناك أيضا أسباب فرعية تفصيلية فيها، طلعنا على الأسباب بشكل عام بشكل مختصر الله يخليك. نعم بلا شك، هو دقة التقييد وضم جميع الحالات والنظام الإحصائي المتميز حقيقة بورود وتقييد الحالات المصابة بأحد العيوب الخلقية ضمن أطر ونظم وزارة الصحة، نعم، يعني وإضافة كذلك نسب أمراض الدم الوراثية اللي تحدثنا عنها سابقا هي تشكل نسبة كبيرة، نعم، فمجموع هذه النسب بالإضافة إلى دقة التقييد هو اللي أدى إلى وصولها لهذه الدرجة. نعم. طبعا لا ننسى الواقع المجتمعي حقيقة وتقارب الجينات بين أطراف المجتمع الواحد سواء من نفس العائلة نفس القبيلة، وبالتالي هذا أدى إلى ارتفاع. إحنا لا ننسى أن تقريبا 51% أي أكثر من نصف من مجمل الأمراض الوراثية في السلطنة هي من نوع الخلل الجيني الواحد المتنحي، بمعنى أن يكون الفرد حامل للصفة الجينية ولا تظهر عليه أعراض المرض، نعم، وبالتالي نتيجة لهذا التقارب نجد أن النسبة العالية هذه سوف تنعكس على ولادة الأطفال المصابين بأحد هذه الأمراض الوراثية مما أدى إلى ارتفاعها. نعم. طبعا مؤخرا بحكم اطلاعي وتواصلي مع يعني المجلات التي تصدر في هذا المجال، نعم، حقيقة النسبة العالمية ارتفعت من 4.5% مؤخرا إلى 5.7%، وبالتالي هي يعني لكن تظل أنه نسبتنا أعلى من النسبة العالمية. نعم. نعم. طيب دكتور أنت في مجمل حديثك أيضا ذكرت أنه أكثر أمراض الدم الوراثية شيوعا بين المصابين في المجتمع هو مرض نقص الخميرة الفولية، ليش دكتور تحديدا هذا؟ لأن هذا المرض حقيقة هي فكرة الأمراض الدم الوراثية، يعني وجدت التغير الطفر الجيني حقيقة وجدت لحماية الجنس البشري من الوفاة نتيجة الملاريا التي انتشرت في فترة من فترات الزمن. نعم. طفيل الملاريا من المعروف أنه يدخل الخليل الحمراء ويعيش فيها كدورة حياة. نعم. وبالتالي أدى إلى وفيات كثيرة. هنا القدرة الإلهية شاءت أن تحدث طفرة وراثية لهذه الخليل الحمراء، أدى إلى أن الوضع ما يكون مناسب لطفيل الملاريا أن ينمو، وبالتالي حفظ الجنس البشري من الفناء. نعم. انتقلت هذه الجينات بحكم أنها يعني ممكن تنتج عن طريق التزاوج، وبالتالي نفس المجتمع نفس البيئة، فارتفعت النسبة كثير. نعم. بالنسبة لمرض نقص الخميرة، حقيقة مرض نقص الخميرة في عمان نحن صحيح هي وأكثر يعني نسبة من بين أمراض الدم الوراثي، ولكن يكاد يكون مرض بمعنى أن تأثيرات السلبية المعروفة، نعم، لا تتواجد بشكل كامل وواضح. حقيقة هو نوع من الأمراض المرتبطة بجنس المورث، وبالتالي بما أن الذكر يحمل فقط إكس واحدة وليس الإكس إكس التي عند الأنثى، نعم، فأي ضعف في عمل هذا الإنزيم أيا كان فالذكر يعتبر مصاب ولا يعتبر حامل. هنا أدى إلى ارتفاع هذه النسبة بشكل كثير عند الذكور إلى 28%، نعم، بينما قلت عند الإناث 12%. نعم. أنت أيضا دكتور ذكرت أنه 51 يعني أكثر من النصف يعانوا من الخلل الجيني الواحد المتنحي، هل أقدر أفهم من هذا الكلام أنه مسألة يعني الأمراض الوراثية ضروري أن نحن نتحاشاها في مسألة الفحص المبكر قبل الزواج؟ بلا شك حقيقة، نعم،
يعني من معروف في الوقت الحالي أنه لا يوجد علاج مثلا يقلب المنظومة الخلقية الوراثية للوضع الطبيعي، وبالتالي الحل الأمثل هو الحل الوقائي. نعم. الحل الوقائي هو بإجراء الفحص قبل الإقدام على الزواج للأمراض التي من المعروف أنها تنتقل من الآباء إلى الأبناء عن طريق الزواج. نعم. الفحص هذا حقيقة حاليا في السلطنة وفي معظم الدول الإقليمية يعني فهو مطبق في أمراض الدم الوراثية لسبب بسيط، وإنها أكثر الأمراض شيوعا. يعني لكن احنا حقيقه في دائما لما يكون عندنا حاله مشخصه لمرض متنحي يعني نقوم بنصح العائله ان طالما احنا حددنا هذه الطفره فاحنا يجب علينا ان نقوم بفحص الافراد المقبلين من هذه العائله في الزواج مستقبلا عن هذا المرض. وبالتالي الفحص قبل الزواج حقيقه هو الوسيله الوحيده والانجع والمثاليه للحد من تنامي هذه المعدلات. أي دراسة استرجاعية للأشخاص الذين ولدت لديهم أطفال مصابين بأمراض الدم الوراثية لو سألتهم كانوا يتمنوا أن يعلموا أنهم حاملين صحيح. لهذه الطفرة، لأن ما حد يحب أن أولاد يكونوا فعلا بهذه المعاناة. نعم. وبالتالي دورنا يتمثل في تفعيل وتوسيع عملية الفحص قبل الزواج بناء على منظومة وزارة الصحة التي تتمثل في الآتي: إحصائيات دقيقة، استخدام أمثل للموارد من أجل استمرارية وليس نجاح فقط، لاستمرارية نجاح التدخلات الوقائية. نعم. أيضا دكتور هذا أيضا يقودني لسؤال آخر، أنه يعني أكيد مرتبط ببعض أنه الأمراض الوراثية شكلت بكافة أنواعها نسبة مهمة في أسباب حدوث ظاهرة الإعاقة السمعية والبصرية والحركية، وأنت أيضا ذكرت أنه أحدث الإحصائيات أشارت إلى نحو 10% من العائلات العمانية فيها طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية اللي تؤدي إلى الإعاقة. نعم. يعني مثل وجود مثل هذه الإحصائيات بشكل دقيق أيضا يعني يكون واضح بالنسبة لوزارة الصحة والجهات أو المؤسسات الصحية في السلطنة، وأيضا للناس المقبلين على الزواج عشان يكونوا عارفين هذه المسائل كيف تمشي. بلا شك، هو أي تدخل سياسة صحية وقائية علاجية تأهيلية يجب أن تقوم على إحصائيات دقيقة تعطينا حجم المشكلة، يعني هل يوجد معنا مشكلة أم لا، طيب كيف الاقتراب منها، وهكذا سلسلة معروفة يعني في التدخل الصحي. ففي دراسة لمجموعة من العائلات للمتلازمات الوراثية كاملة، يعني ما حددنا نوع معين من المتلازمات، وجد أن 1600 عائلة هذه أن في 10% منهم عندهم طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية التي من معروف أن أحد مخرجاتها وهي إعاقة سواء سمعية أو بصرية أو حركية. فهذه مشكلة كبيرة طبعا لها يعني معطيات وعوامل أدت إلى حدوث هذا الشيء. ما يهم حاليا هو مسألة التشخيص. طيب مسألة التشخيص في المجال الوراثي عالميا ليست بالأمر سهل. معظم التقنيات الحديثة التي تشخص الخلل الجيني حقيقة في طور النماء، يعني في أجهزة وأدوات قاعدة يعني توزع عالميا، وبالتالي الأمور ما زالت مبكرة. نعم. إحنا بفضل الله يعني عندنا في المركز الأجهزة الحديثة هذه اللي حاليا إحنا في طور تفعيلها من أجل تقديم الخدمة، لأن مركزنا هو مركز خدمة في الأساس. نعم. صحيح. ولكن يعتمد طبعا على الإحصائيات اللي عندنا والاستخدام الأمثل للإمكانيات قدر الإمكان يعني من أجل وصول نتيجة أفضل. نعم. بالتالي التحديد الشخص المصاب بأحد الأمراض الوراثية طبعا احنا نركز على المتنحي. نعم. لأن المتنحي مثل ما قلت لك أختي الكريمة لا يظهر عليه الأعراض، وبالتالي لا يمنعه من يعني يقوم بزواج بأخرى متنحية. احنا نعرف إن دائما الجينات تكون متشابهة، يعني الفرد فينا يشابه 50% جينات أمه و 50% جينات أبوه، صحيح، وكذلك 50% جينات أخوته، ويشترك في ربع المورثات مع أعمامه وأخواله. نعم. وثمن المورثات مع خالاته وعماته. نعم. بالتالي التقاء هذه المورثات يرفع احتمالية الإصابة الجينين. نعم. المتنحيين. نعم. العملية حقيقة ماشية بفضل الله، وتحتاج فقط إلى يعني تهيئة وتحتاج إلى وقت من الزمن للوصول هذا. نعم. طبعا في الوقت الحالي احنا دائما ننصح أي واحد مقدم على الزواج وفي عائلته أو سمع يعني نوع أو صفات لمرض وراثي فيه إعاقة أو كذا فليلجأ إلى الطبيب المختص من أجل تبيان هذا الشيء عن طريق رسم شجرة العائلة الجينية. نعم. ثم تحديد ماهية المرض وبعدين نشوف إمكانياتنا كيف ممكن تساعد هذا الشخص. نعم. جميل، شكرا جزيلا لك دكتور وشكرا لجهودكم. باقي بس الناس أكيد أنهم يتعاونوا معاكم في هذه المنظومة. دكتور مسلم بن سعيد العريمي رئيس الاستشارات الوراثية والتعليم الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني، شكرا جزيلا لك. شكرا أختي خلود. الله يحفظك. رسالة أخيرة كذا أقولها للناس إن
الفحص قبل الزواج حقيقة هو الحل الأمثل والوحيد للتعامل مع هذه المعضلة. نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك دكتور، شكرا لك.